موقع النهارده فيه 3 ايام تكسب منه ابتداء من النهارده، بكره، بعد بكره، وبعد كده هيبطل يدفع الموقع. بقالنا 5 ايام شغالين فيه، ولو انت اشتغلت معانا دلوقتي بقالك 5 ايام بتكسب، ولو انت واحد منهم اكتب لنا تحت في التعليقات. موقع اخطف واجري، بكل بساطه الربح فيه مجاني. وافهم يعني ايه مجاني. معاك 20 دولار بتدخلها في الموقع بتسحبها تاني والربح المجاني معاها. ده معنى الموقع. وطبعا الموقع والفيديو مش نصيحة استثمار، ممكن يقفل في اي وقت. انا بعمل تجربتي الشخصية. الفيديو اللي فات اخترنا منه 3 اعضاء، كل عضو بياخد 20 دولار تشتغل بيها في الموقع او تسحبها في اي مكان يعجبك، ما عندناش اي شروط. اسامي الاعضاء ظهرت قدام حضرتك في الشاشة، وبرضو الفيديو ده بنختار منه 3 اعضاء. هنعمل النهاردة اثبات سحب ب 308 دولار. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك، وتعالى اشرح لك. في البداية رابط التحميل والتسجيل هتلاقيه موجود في اول تعليق وموجود عندنا في الوصف. بتكتب هنا اليوزر نيم او اسمك، وهنا بتكتب رقم تليفونك، تقدر تكتب اي رقم عادي. ثالث خانة بتكتب الجيميل، وبتدوس هنا ارسال الكود، بيوصلك الكود، وفي الخانة اللي تحتها بتكتب الكود اللي وصلك في الجيميل. باقي كده 3 خانات كلهم باسورد، اعملهم زي بعض وريح دماغك عشان وقت السحب بنختارهم، يعني تبقى عارف الباسورد كله زي بعضه. وبعد كده بتقول له تسجيل حساب جديد، بيبقى عندك حساب جديد في الموقع مباشره بدون ما بتعمل اي حاجه. انت تلقائي بمجرد ما بتعمل انشاء حساب جديد بيدخلك في الموقع. ولحظه الدخول طبعا لو انت بتدخل كل يوم بتبقى عارف طبعا الايميل والباسورد بتاع حضرتك. الموقع اسهل منه مفيش. هو طبعا فيه 4 صفحات، صفحة للإعلانات، وصفحة للتخزين، وصفحة للمهام، وصفحة للسحب والإيداع، عشان تبقى فاهم كل حاجة. هنا عندك اهو اللغة تقدر تغيرها من هنا، وهنا عندك الشحن، وهنا تقدر طبعا تتواصل مع الأدمن لو عندك أي مشكلة. في الخانات اللي تحت احنا بنشرح في أول خانة، يبقى الخانة التانية دي خانة التأجير، ديت بقى بيأجر فيها. طبعا احنا امبارح أجرنا مكنة كل يوم بنكسب منها 5 دولار او بنكسب منها 1 دولار على حسب الخانة. وفي الخانة اللي قبل الاخيرة دي المهام، والاخيرة بتاعة السحب. الموضوع اسهل منه مفيش. دي اهي التأجير اللي هي تاني خانة، بتحط 20 دولار وكل يوم بتكسب 1 دولار، ولكن مش بتسحب ال20 دولار، دي مركز تاني للربح. انما احنا نشرح المهام اللي هي قبل الاخيرة، بتيجي من هنا طبعا في الاسفل هتلاقي طبعا المهام عند حضرتك. ديت المهام اللي هي دخل واسحب الربح ورأس المال مع بعض. هنا بيكون ليك 17 مهمة او على حسب النوع بتاعك، ابتداء من 17، وبتدوس هنا ابدأ المهام. الموضوع اسهل منه مفيش، هفرجهولك دلوقتي واحنا بنشتغل. فهنا في الخانة طبعا بتاعة الايداع والسحب اللي هي صفحة الرئيسية او صفحتك الشخصية، عندك هنا ايداع وعندك هنا سحب الرصيد. هدخل دلوقتي قدام حضرتك 250 دولار، ومش بقول لك اعمل زي دي، مش نصيحة استثمار، وهخرجهم تاني 308 دولار. بتروح تسحب، السحب والايداع بيكون من اي محفظة او من اي مكان انت بتشتغل عليه. ابتداء طبعا العمل بيكون من 20 دولار عشان ما تعملش اقل من كده وما يوصلكش الرصيد. طبعا عادي انت كده عارف طبعا ترسل ازاي، بتروح من على اي محفظة انت بتستخدمها، وبعد كده بتعمل ارسال، وبعد كده بتستنى 5 دقائق. انت بمجرد ما بتبعت الرصيد على محفظتك اللي هي في الموقع بتستنى 5 دقائق، لان شبكة تي ال سي 20 او عملة الدولار على شبكة درون بتاخد لها تأكيدات ما بين 3 دقائق لحد 5 دقائق على كل المحافظ. طبعا كل حاجة بتبقى موصلة عندك في الموقع في الاثباتات. يلا بقى دلوقتي يا عم احمد نروح نشتغل. هتيجي هنا على تاني خيار، الخيار ده اللي هو خيار المهام، بندوس هنا على المهام، بيتفتح لنا طبعا صفحة المهام. في النص هنا تلاقي طبعا بيقولك ادخل على المهام بتاعتك، فبتدوس عليها هنا كده بتلاقي حضرتك عندك رصيدك موجود من فوق، وادي المهام بتاعة حضرتك. كل بقى اللي هتعمله ايه بقى يا صاحبي، هتدوس هنا على ستار او ابدأ اكتشاف مهمة جديدة. الموقع بيبحث لك على مهام، انت ما بتعملش اي حاجة غير انك انت بتوافق على المهمة فقط، لان انت كل مهمة بيكون فيها ربح معين. على سبيل المثال انا المهمة بتاعتي دلوقتي عاملة دولار و13 سنت في مهمة واحدة بس، يبقى لي 16 مهمة. هدوس هنا انا موافق، بتستنى 3 4 5 6 ثواني، ولو نسيت تعمل لايك ما تنساش تعمل لايك، وشكرا مقدما على اللايك بتاع حضرتك، وبترجع تعمل نفس القصة من جديد. عشان الموقع والفيديو ما يكونش طويل بالنسبة لحضرتك هقص لك باقي المهام وارجع لك بعد اخر مهمة، هم 17 مهمة. فاحنا مش بنعمل اي حاجة غير ان احنا نبدأ المهام. طبعا انا قصيت لك الفيديو دلوقتي اصبح عندي 320 دولار.
خلصنا المهام كلها، اتبقى مهمة واحدة بس اللي هي فاضل مهمة واحدة هندوس عليها دلوقتي. زي ما احنا عارفين بندوس مهمة وبنستنى الموقع يخرج لنا المهمة بتاعتنا او المهمة بتاعت الربح، وبنشوف احنا هنكسب قد ايه وبنوافق على المهمة. هنا دلوقتي دولار و 14 سنت مفيش مشكلة، فبنقول له اوكي. اصبح عندنا دلوقتي 300 دولار و21 دولار. بتروح بقى على صفحتك الشخصية تسحب الرصيد او الزعاب. اول مرة بتضيف المحفظة بتبقى منضافة عندك على طول اللي هي في السحب. لو انت رجعت الاول فيديو احنا بقى لنا 5 ايام بننزل على الموقع، فطبعا محفظتك بتبقى منضافة. الباسورد اللي انا قلت لك اعمله بتدخله هنا، واول خانة بتكتب العدد اللي انت عايز تسحبه هتسحب قد ايه. فانا هكتب العدد ده اللي هو 321، هيوصل طبعا 318 مع خصم الرسوم رسوم التحويل. هندوس هنا كده ونعمل العدد اللي احنا عارفينه، كتبنا الباسورد والمحفظة متسيفة في الموقع او محفوظة في الموقع، فبيوصلك الرصيد. الرصيد بيأخر يا عم احمد؟ اه بيأخر، ممكن ياخد 5 10 15، بس مش هياخد اكتر من ساعة بالكتير جدا هتلاقي عندك الرصيد موجود. احنا كنا سحبنا 104 وبعد كده 302، والنهاردة سحبنا 308 دولار. هتوصلك طبعا الرسالة على اي محفظة انت بتستخدمها، مش لازم تستخدم باينانس او بنانسي، في اي مكان هتوصلك رسالة الاشعارات بيقول لك ادي السحب وصل. ولو دخلت محفظتك هتلاقي طبعا عندك الرصيد موجود 308 دولار و16 سنت. يبقى احنا عرفنا دلوقتي شغلانة الموقع شغال ازاي. اه عرفنا يا معلم. في شغلانتين، الشغلانة بتاعة التخزين انا ما بنصحش بيها ولكن هي موجودة، الشغلانة التانية بتاعة المهام، بتدخل رصيد وبتخرج الرصيد بالربح بتاعه. طبعا لو انت بتعمل احالات كل حالة بتعمل تخزين مش بتعمل مهام، بتعمل تخزين فانت بتاخد مهمة من هنا او لفة حظ. طيب بتعمل بيها ايه لفة الحظ دي؟ بتكسب من نص دولار لحد 50 دولار. على سبيل المثال مثلا انا كسبت 20 دولار، اول مرة اخدت 5 دولار وهكذا، تاني مرة هتاخد برضو 5، على حسب انت بقى ممكن تاخد 50 60 70 براحتك يا بالصحاب. وعندك اي مشكلة تقدر تتواصل مع الدعم عندهم مباشرة. وتاني مرة طبعا كان 5 دولار برضو في نفس الوقت، واخر مرة كانت 10 دولار. دي للناس بس اللي هي عندها حالات، والناس اللي هي دخلتها في الحالات لازم تعمل تخزين مش مهام، تخزين اللي هو بتدخل 10 او 20 او 30 او 40 وبتستنى كل يوم تاخد الربح بتاع حضرتك. طيب لحد دلوقتي انا شرحت لك كل حاجة عن الموقع، ما تنساش يا ابو صحاب تعمل لايك، ونشوفك في الجديد على كوين فيديو. هعيدها قبل ما اقفل، الموقع والفيديو مش نصيحة استثمار، انا بشرح تجربتي الشخصية.